هاي السخمات دي وحياة والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الأجرة. إن الله مع الصابرين إذا صبروا. هي الدنيا حطير، تستعجل ليه؟ العجلة الندامة. أنت هتفتح المحضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريف ايه؟ لا 130 قرش زار. انت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي ادي جنيه اهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش زار. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش زار. لا تعريف. خد اهو. ادي تعريفي. وادي تعريفي. وادي ادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت هتنهب؟ ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك كان حش وسطك. شنطه واحد يا حي. شنطه واحد. شنطه واحد. شنطه واحد. شنطه واحد. شنطه واحد. منك لله يابا. طلعتني من الكتاب. ده زماني بعرف افك الخط. شنطه واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ واحد يا حضرتك ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ منصوره اتنين صوفيا. صوفيا القشطه. طب عندي شفا. صوفيا صوفيا. طب عندي شفا. اشرب. اديني واحد من ده وحياة ابوه. صوفيا. ايه صوفيا. صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص. ما هو يطلع زي ما يطلع. عناية. سونيا جميلة. جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ هو احنا فاتحين سبين؟ طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان دي اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي. ده في المعصره. واروح ال 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 المسعره دي اروحها ازاي؟ يا اخي اطلع من نافوخ. انا مش فاضيلك. اول مره تنزل مصر. ايه؟ اول مره تنزل مصر. ايوه انا اول مره انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه. صحيحكم مشكور. ما انجلكش في حاجه وحشه. وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انقهرت عليه. هي اللي كانت فضلاني من الدنيا. لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفه شيء. كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف. ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف. خد استقرا لي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ابدا امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم. من غيره العماره ما تتبنيش. هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك دي هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المحصار. نزلني فين؟ المسعره. تنزل المسعره. ايوه. المسعره. ايوه. تسال اي واحد يقابلك وتديله الورقه دي هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالك. تشكر قوي يا حضرتك. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين اني سالتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخي. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي مش تدفع ثمن الصوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرتك الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريف بقى.
دي الكوبات انا 10 ساغ 10 ساغ ليه شويه الماء البيضاء دول 10 ساغ اه خد ايه ثلاثه تعريف اهم حلو قوي كده كويس فتحش وسطك محدش يستحق من ثلاثه تعريف امر لله انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه باب ايه انت كان لسه على طرطوفة لساني دلوقتي باب ايه يا برطوشي باب ايه باب الوزير هما الوزراء بقى لهم ابواب امال باب ايه بس باب ايه يا هو باب حاجه ما تتاكلش تتشرب ولا بتشرب امال باب ايه باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك باب زويله باب البحر باب اللوق ايوه ايوه هي باب اللوق دي عليك نور طب يا اخو قول كده من الصبح وانا كنت عارف ولا قلتش اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده لا انا هستنى واحد فاضي بقى بالطريقة دي مش هتركب ولا هتوصل يلا يا اخينا الشعبك يلا يلا امري لله يلا بينا ايه فين رايح باب الله باب باب ايه يا برطوشي باب ايه حوش حوش هنداوي انت هنداوي ايه قوم افتح الباب يا راجل بيخبط ما يخبط واحنا مالنا احنا مالنا ازاي ده بابنا يا راجل يا ولي الام يا ولي مين حاجه نفسها سيدي الام قوم يا راجل افتح دهدي طيب انكتمي باي مين؟ خالي بالحضن يا خال مين؟ حسنين ايوه حسنين بشحمه ولحمه اتفضل يا حسنين اتفضل مساء الخير يا مرات خالي مساء الخير ازيك؟ اهلا يا حسنين بركة انك طيب اتفضل معايا يا حسنين انا هقعد هنا لا اتفضل معايا هناك انا مستريح كده يا خال تعال يا راجل هناك تعالي اهدي فر فر ايه؟ دول عيالي كل دول عيالك ايوه ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم ده انت غلبان قوم يا لابس زهوق قوم من هنا انا هنام هنا اوعى تسيب البطانيه كده وانت جيت خش جنب اخواتك جوه اهلا يا حسنين ازيك كده الحمد لله يا خال ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا ايه اي والله وازاي امك كده امي مش انا امي ماتت يا خال ايوه بقيت يتيم الاب والام يا خال يا حول الله يا ربي تعيش يا مرات خالي ما قلتيش في حاجه وحشه بقيت يتيم الاب والام طب مش كنت بعتلي ما انا اتلهيت على عيني بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده كتر خيره ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي طب بقول لك ايه تعال اقعد هنا انا هنام هنا جاني بنام هنا ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال يا جماعه ما يصحش قوم تعالى معايا هناك قوم ده انت عليك تحكمات فاطمه بقول لك ايه قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها لا ودي وقعت اهدي احنا ناقصين ايه ما يصحش انا واقع من الجوع يا مرات خال من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السنيه سنيه ايوه بتاع بيضه كده هاتلي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل بقيت يتيم يا خال معلش استهدى بالله بكره تنسي انسى ازاي وانا جعان كده دلوقتي تاكل وتشبع اديني قاعد اما اشوف شد حيلك يا ولد ايه ما بتاكلش فول ولا ايه فول ايه يابا شد على الله ده احنا فينا الصحه تهد جبال انت فاكر نفسك ليه قوم جامد قيامتك قوم معلش يا راس العاد معلش الواد جديد لسه مولة الناس يا بوي ما الحرام ولا ايه ايه طول بالك مطوله على الاخر لا طول بالك يا ريس احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه قلت لك قوم يا فجري خد بايدك خد قوم يا غشيم اهياني
أهياني 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 ياني ياني أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا إيه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله؟ المزجت حسب الله إيه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. أهو إيه؟ مش كفاية جاي تاكل معانا أكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتبوق لنا كمان. يا ولية يا حبيبي يا ولية. اسكت أنت، أنا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا أخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الأوضة. إيه؟ إيه يا راجل؟ أنت ما صدقت. حلو، هو صحيح، هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ، قوم يا راغب. ما تشد حيلك امال يا حسن. ايه شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عشر يا امال بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يا عم، شيل يا عم. هات يا خال. ايوه شيل. ها شيل يا عم، يلا شيل. ايه يا ولد خمة فنك. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل، بدل ما عامز الحمار كده بحمار. هتقول ايه يا ول؟ طيب مخصوم لك يومين. هو انا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا ول اخرس. خرست يا خالي، خرست. اخرس يا ول وعبي يا جرونجي. اجري. حاضر. تبدأ في تنيتك وانت زي البغل كده، تتحش وسطك. بقول لك ايه يا حسن؟ ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خال. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ لا، قهوه ايه يا خال اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي، ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر مخه. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع حزوا هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايز نشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي، حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش، هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس، هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كتمل على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك لوحد الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عسل. حاضر يا خال، حاضر. العيشة تعرف يا اخي؟
ماشي ما تقلش بالك، هو بني ادم على نياته وشرب المقلب، هيفضل يلف طول الليل يدور على شيء محسن مش هيلاقي. شوف احنا بقى خدنا راحتنا عشان ام حسن. قال لي لا، انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ام خالد. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ هات يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول يا ولد. انت مالك انت؟ انا خايف على العيال اللي تحت، لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوه. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. انا بقول اخد العيال معاي عشان انا خايف عليهم. لا انا هسيبهم مالكش دعوه بيهم. حاضر يا خالي. حاضر. حاضر يا خالي. اوعى بقى. اديني شاي ام حسن الله لا يسيئك. شاي ايه؟ ام حسن. يا ابني مفيش حاجه اسمها شاي ام حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه الايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورقة تواليت. ورقة تلاويت؟ ايوه. بيعملوا بيه ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. ايه؟ هو الحي يرجع؟ افتح يا خال. ما تردش عليه. انتوا في ايه الله؟ انتوا بتعملوا ايه؟ جبت شاي ام حسن؟ ايوه امال جبت شاي ام حسن. جبته فين؟ جبته اهو. اهو شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن. الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب في الزوم اتخمد. انا مش هتخم. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا طهقت. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاي ام حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام. Thank you.
الطماط، عندي الحاجات دي كلها، دي بتخلي الاكل فلالي. يا واد انت يا فلالي. الله يكرمك. انا كمان طبيخي يعجبك قوي. الله يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه من خربتي بحير. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخير. خير مقداري. طب عندك حب هان؟ ايه؟ حب هان. ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان، بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه؟ في؟ هو موجود الحب هان اهي. طب اقول لك ايه؟ ما تيجي تدوق اكلي. ايه؟ تعالى دوق اكلي. يا ست الله يكرمك. يا جدع ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضو مغفل. انت يا ست انت لئيمه، انا عارف انت قصدك ايه بالظبط. يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضو قليل الادب. ما تتلم يا خالتك. وخالت ايه دخلها بالموضوع؟ الله، ايه في ايه ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم؟ في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبصني. انا بصبصلك ازاي؟ ثم انا ادوس على رجلك منين؟ اذا كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. ايه يا دي قله الادب دي؟ انا لا بصبصت لها ولا ادوس على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البرومبا. حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق، اما انت معلم قليل الادب صحيح. العوام. اهلا يا ها زحلقته؟ لا شغلته. يعني ايه؟ هو حسن وقعت في قرابيزي كده؟ يا ستي بكره يظبط في شغلانه جديده ونبقى نشوف له اوضه يتلم فيها والسلام. وهو ده عمره يا عمر في شغلانه ده؟ دخلت الناس السبت والاثنين ودخلته سنه وجمعتين. يا ستي بكره ربنا يسهلها لي. انا اللي نفسي ربنا يسهلها لي. نفسي اتلم انا وانت في اوضه ما فيهاش شحط. ولا انت ما صدقت يا سبع البرومب؟ اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالوا لك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو هو ده رجل عفريت البتاع الخشب ده. ايوه هو ده رجل عفريت. وده عايزاه في ايه دي يا ست؟ بغليه وديه لابني عشان ينطق، اصله بعد عنك اخرس. اخرس وهتدي له رجل عفريت يقوم ينطق؟ يلا يا ست بلاش هبل، يلا روحي وفري فلوسك. ده خشب طفش، الراجل بيجيبه من العمارات القديمه. يلا. يعني ده مش رجل عفريت؟ رجل عفريت منين يا ولية؟ اجري روحي بلا هبل. يلا امشي، احنا بنربي هنا فلان وصراصير، ما بنربيش رجل عفريت. يلا يلا بلا هبل. اله ربنا يستر عندك يا اخوي. يلا يا ولية روحي. لا احنا بنربي فران وصراصير بره. اصل هي بتقول بره. ما انا هقول لك. اصل قلت هي بره. دي وليه مجنونه بره. بتقول رجل عفريت بره. ما تيجي تاكل احسن. ايه؟ ايه؟ تاكل؟ انا مكسوق. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار. موضع ما يقول صح. قال يعني جريه في غش الناس ومعاكسه الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حلف في شغلانه ده؟ انت بتلفق في ربها هتروع. اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمة ربنا اربي يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني. بكرة هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اخت زي، هتنفخر بيا اخي نفخر. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربية. يجرون العربية ايه يا بيت؟ هشتغل حمار. حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده بيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتنفذ من هنا. قومي قومي كخابر، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خال. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة ساعة على نار. انا بقول لك اهو قوم فيزي انت اهو قوم يا خالتي كمان. يا فوطي يا مجنونة يا فوطي. فوطة ايه يا ابني؟ اسمها قوطة مش فوطة. قوطة ايه؟
هي بلدنا اسمها طماطم لكن هنا اسمها قوطة. خلاص انت حور قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجاني. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخده محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو معانا يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت، او بالمره تتعشى معانا. لا ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. لا ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هتجري ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال. كوبايه الشاي تقيله يا ولا، احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه، شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه، شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا، اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يار. يا ترى ايه اللي اخره؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط، ايه اللي فك؟ يا حمار يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا؟ هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحة وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مال؟ لما يجي بسأله. اسأله؟ ده انا هروح في جيش الدين ده. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس يا ولا بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومة ولا ما فيهاش حكومة؟ يا خال. مفيش يا خال، اسمع الكلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني فهمني، لقمة العيش هنا صعبة، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمة سهلة. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزادة شوية كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ فضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول ومنصر موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الاجره يا فنديه. لما نوصل بالسلامه يا اخينا. ادفع الاجره يا اخينا قبل ما نوصل، البنزين يغلى، دفعت الاجره مضاعف. قال انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زناد. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الاوانطه دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا اخويا انزل. اديني هنزل يا اخويا من السوق. اديني افتح لي الصخمطه دي وحياتي. بتفتح من ايه؟
يلا يا اخويا. روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي لك الناس الشروق كمان. ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. تبدا الميه انت واللي يعرفك لما تبقى تتقعد تحت منك. اصحى ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو بيشتهي بيت ربنا؟ قالي معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين. اصحى احسن افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى. يلا بره. روح انت يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابويا لا يا ابويا بلاش. ايه؟ كان هتقول لي انا النظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي سيدي الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام. مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله قمشته. طب ما جهزتوش ليه؟ ان شاء الله بس ما نجوه شويه والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذه اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة يا معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبيه. يا سي حسسانين يا برطوشي اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف بس كل ما بقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. فقلت يعني احنا في السجن احسن. بيعملوا ايه للولد ده يا سي خليل يا حمار؟ الغبي يا حسسانين. انا من مؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهه انتكت. انتكت؟ انتكت ايه؟ غزق عين هياكله الشهد. غزق عين هياكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا اكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم.
يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت لي. طب خلاص خلاص انت اسس لنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه سيبوه دلوقتي. خلاص انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. تعالي لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده تعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجه ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكره انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على ناس يا برنس، واقف في شموخ راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطهم يقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصب. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت في شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. اخرس خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم جاي بتغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خالص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضارة وقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوة، طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا. ايه
ربنا يكرمكم. إله يا سيدي الجنيه اهو، وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شفت شغلك حته ريش لماضه، مفيش اثناء العمل بوس. إله يا رب ربنا يكرمكم. إله يا رب ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما تجيب حاجه لله. إله يا ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنيه. احنا الاولاد جنيه، عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصيه، ده سكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك، احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه، نهاية الأول، أنت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك نفس؟ لا، أتعشى. عشوه، بقول لك إيه؟ على فكرة، تشتغل أكتر، تاخد فلوس أكتر. إحنا ناس حقانية، ما نحبش ناكل حق حد أبداً. خدهم قد كده على قلبك، كبدأ الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. طب يا استاذ يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصر. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه، انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجه، ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. هتستفد. وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى. زي كل مره ولا هتغير النهارده يا بيه؟ ايوه زي كل مره يا متر. الا قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفه مقطعه بعضها قوي.
الحساب من فضلك. 3, 4, 5, 6 جنيه و20 قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه و20 قرش. الاكل اللي انا اكلته ده بستة جنيه وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه. من فضلك يا انسة، عايزين الحساب من غير منادة. طب مش كنتوا تقولولي؟ هنقولك ايه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجة، الدنيا كلها مولعة. من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلتلك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ستي لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده ايه وانا اعرفك منين؟ الاما اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي. خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني. مش شي بقشيش برضو؟ انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه هلات الوقت؟ وقلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت. اهديت زباين ولا بلاش؟ تعال هنا. انت رايح فين؟ ايه؟ عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس. يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقلك من نقل الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ قال ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجيلك فين عشان ادفع لك فلوسك. عايز علوالي يعني؟ مثلا. أنا ساكن في رصيف نمرة 5. نعم. مصممة؟ جدا. أنا هتغدى هنا بكرة. لا يا عم أنا ما أجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هيأكلوكي بالعافية؟ خلاص، يبقى ميعادنا هنا بكرة. طيب. بعيدة بقى. وأنت من أهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل انت؟ ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمده عشان يستحمى في الشتاء. شويه معننا. ايه؟ شويه. ومعايا واد كمان. تمام. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ موس. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. يومياتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم. عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه. مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال تقع يا راجل على راي المثل. كان فجر وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه. هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه؟ قلنا صارمه. انا اسمي صارمه. يا سيدي ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزمه احسن. ايه
امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات، تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه، تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه، تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه، تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. كنت قدامي. اهدي ايه يا جدع انت؟ بقول لك كنت قدامي. اكون قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه يا متسول. حكومه ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربيه بجرك من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمه تاني زي دي هعمل لك قضيه غير التسول. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت فريني؟ ايوه. امال يعني يا خليل غبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ أمال كانوا فين اللي جاية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا دي النحس. يظني ان ده موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا، كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا. خلاص معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كفالته. اتفضل. تشكر يا شاويشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد، قوم امسك. خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. سرمه. ايه سرمه؟ اسمي سرمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والسرمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب. ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات يا اخوانا. انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف، الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين مش كده؟ حاسبهم لمين يا عباه؟ سرمه. ايه سرمة؟ حاسبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ سرمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. يا حزن الحزن. طيب 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيلن بقى شيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكل، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا سمكيه؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايه دي بس؟ عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب. اسمع. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش الواحد. لا النص. طب هات لي نص.
أصل أنا عاملة رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطة ولا لحمة ولا أي حاجة أكتر من 50 قرش. يا ترى أنت فين؟ اسمك إيه اللي دفعت لي الحساب؟ الإفراج وصل يا معنانة. وش تعالوا بالحيل بدكم خيمة ما كده ضعف لكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخلص يا هلا ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبة محدش من عينك ما تقولش واد. ما تيجي تاخدنا كلامين مش دلوقتي. الله 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 ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تتيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل. حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه تماما. كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي. تلميذ شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله وبقى عندك صنعه محترمه تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغله محترمه دي؟ ده الحراميه احسن مننا. على الاقل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف انه حرامي، لكن احنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصه الكلام ايه دلوقتي؟ خلاصه الكلام بدام اعترفت انكم حراميه ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام أمانة يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس انفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك.
جاش. هو مين ده اللي ما جاش؟ اللي انت بتدوري عليه. انا ما بدورش على حد. اما مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني. مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زيف؟ زفت برضه. مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغار كانت امك بتدلعك تقول لك ايه يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ اهو عاجبك الرميه اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحبي من زمان. انا اللي اكتشفتك وما هونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا. وحنديلك بدل التلت النص يا عم. وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اهو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السامه اقرب لك. مش هتقدر تفلفص مننا. كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سو 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 كل. لما لضتني وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي. تصح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني بشتغل مستثمر أجنبي؟ ده مصدر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوة أعمال حرة يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. مال يعني على باب الشعرية؟ يا بنت الإيه دمك زي العسل. أديك حقك وانصرف أنا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ أروح شغل. لا شغلك إيه؟ اقعدي تتغدي؟ أتغدى؟ لا يا عم حد الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجة. ايوه طبعا ما انتوا تقولوا كده. مستثمرين بقى واكلنا ولعة. ولعة ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكة. يا دوبك اعمل. بكرة تكبر يا خدامة حسنين. وانا عايدة ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه؟ فلوسك اهي. فلوس ايه؟ مهما انا واخد حاجة. علي النعمة انت واخدها. انا وانا بقول لك شوف حاجه على شغل حاجه عليا النعمه ويمين على يمينك لا انت واخدها. ايه ما تقوليش حاجه بقى شغل فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى عشان تعملها لي حلوه نفس الوانه وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكره. خلاص بكره بكره.
ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر، الهي ربنا يكرمكم، الهي ربنا يخليه. نو عمله صعبه ايجيبشن ماني. ايوه كده. انت ايه يا كده؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت يا جدع انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما في زبونه الا لما يديلك. وانت هتنقع عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راح عليه. الله، انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من هنا كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشي يا معاك بكام؟ طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي. تبدأ الميه لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة الدين. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. الله دولار اجيب سان ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي. بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي 35,000 جنيه للشقه. يا بلاش يا بلاش 35,000 جنيه للشقه. الو. اهلا سعاده البيت. ايوه سعادة البيه. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني، مش عاوز معه كتير. وضوح يا فايق، انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطرتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجة تحت؟ بيغسلوا سلم العمارة النهاردة. سلم ايه؟ امال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوة دي؟ مالي انا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ انا بقولك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ هما الشحاتين حيفوتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه خايب؟ ربنا يرزقه يا سعادة البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضارة سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقولك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب، ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرب نفسنا بيه. افتح لي وحياة والدك السخبات دي.
المشتري يا خيني. خد. ايه ده؟ ربع جنيه هو بحاله. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربية وعايز جنيه في مشوار زي دي. مش من جنيه والبنزين. البنزين غير 20 ساعة، تقوم انت تاخد جنيه؟ هلا احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد. ايه؟ جنيه اهو. ماليش دعوة بالشحاتين، كبداء المية. كل زبون ناكف فيا لحد ما يديني الأجرة. أمال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة. فانت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة؟ شاب كذاب زيك أنت. كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ هو كذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، كذاب، كذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فندق. أه فندق. أنا فندق. فندق ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ جامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من الأساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكتب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا في شهادات ولا غيره. يعني أنت لو اتقدمت لواحدة متعلمة مش هتسألك على شهادتك. متعلمة لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معهد سكرتارية. وأنت بتشتغلي بالمعهد ده من إمتى؟ يومين دي، أنا ما بتكلمش على نفسي، أنا بقول مثلا مثلا. أيوه أنا بقول يعني مثلا مثلا. خلاص ما دام مثلا مثلا. تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها منه؟ الله بسرعه كده. ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك احنا في عصر المتر والانفاك. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا مثلا. ايوه طب ايه رايك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لهيمه طلع مش هعمل. والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كازينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش شحات في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. أنا فاضل لي تكة صغيرة وألعب لعبتي الكبيرة. صباح الخير، قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر، صباح الخير ولا مساء الخير؟ يا ستي ما تدقيش. علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتي. تعجبني عريس. الله، عريس؟ اه، ما هو ده ملابس اللي على الحبل ومتشيك، يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه، ونضفنا البيت واشترينا دستة جاتو. ماما بخرت الشقة بعد الصلاة، بس اوعى تقولي ان انا قلتلك. لا ما تخافيش، والختنة الشريفة من هاي. تعجبني، اتفضل. يا ساتر، يا ساتر، دستور. اتفضل. انا اسمي
300 ناس في نانا. تقدر تقول يا نانا؟ اتفضل. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه ده يا بابا؟ حسنين البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله في نعمات ارحم 50 مره. يا بنت يا شقية، طب خش اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. ده مهما فين. اهلا وسهلا. انا بنتي عايزة كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحة. اتفضل اتفضل استريح ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معسل. يا نانا، انت قلت تشرب ايه؟ كولن فليكس. حاجة ساعة، اي حاجة. حاجة ساعة يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكرة اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايدة كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم. ده بعد كم سنة؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذة انا مش فاهم حاجة. استثمار يا عم يعني اشي بره واشي جوه وشغل اخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ اهي بترزق اخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا عيد، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش تعيش يا عم. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عم؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ لا بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجة الساعة يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجة ساعة وحاجة سخنة؟ ما انت عارف كل حاجة بالمفتشة. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. ما تسخطيشني بال مدلوقين عليك. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تسخطيش. الظاهر يا ابني ده هحبك، لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد أفتخر بيه قدام الناس. مالك يا علاجة؟ مش في الفورمة يعني؟ وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ شغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه ولعبه هلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت، والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. أجدع ناس؟ أجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني آدمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز أي واحدة، أي واحدة بتاعت غرزة بتبيع حمص الشام، بتبيع دورة، بتلم سبارس، تتمناك. سبارس إيه وغرز إيه يا خليل؟ أنا عايز أبقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي؟ ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك. معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق.
يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعمل لي فيها بقى سي السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سي السيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا التلاجة، التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر الجرشنات، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيوله معاه، صح الكلام؟ عايد يا عيون عايد. انت طيبه قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقه انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحه كده انا عايز اديكم بومب. بومب ايه يا ابني؟ يعني اخلع. عايز اخلع. تخلع يعني ايه؟ مش عايز تتجوز؟ ايوه ايوه ايوه. ازاي يعني؟ كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المساله جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس بس ايه غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينه اهي خلاص. انا ما استهلكيش. انا اصلي جربوع، ورحمه ام انا ابن كلب جربوع. ما استهلكيش. مش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك. انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع؟ عايدة. عايدة انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايدة عايدة، وهاني لازم كنت اخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين وحرام اذيتهم، انما انا شحات، مفيش اوطى من كده. متضايق ولا مش متضايق؟ انت مالك يا سيدي؟ ما تسيبني في حال. ما تجيب يا سيدي.
نرمي شوية مع بعض. ايه؟ ادينا حاسب لك الدنيا ولك ليه؟ ضايقتك شوية مش كده؟ هي مين دي اللي ضايقتك؟ البدنوزيل اللي كانت معاك خطيبتك مش كده؟ لا، وانت عرفت من ايه؟ انت كنت مراقبني؟ انا مراقبك من ساعة ما خرجت من اللوكان ده شحات افندي. شحات افندي؟ انت حكومة، انا ما عملتش حاجة، انا انت حكومة، مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجة. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغاية ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه، ده بدون خصومات. ايه رأيك في 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ ليه بقى؟ هسرق لك سرية ولا هقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايرة. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للإدارة بتاعتك، تقول فيه اتضح من مراقبتي الفايق عايش انه انسان شريف، وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانة. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده، فده ملوش اي اساس من الصحة. وانت فعلا ما شفتش حاجة. تقرير ايه وادارة ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه اكتر من 3 اشهر. اصحى معايا وفوق، دي فرصة العمر ما تجيش غير مرة واحدة. انت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاج. هو الانطلاق، خبرة 50 عاما تقدمها نيسان ديزل من محمد موتورز. اقوى المحركات، حمولات متعددة، اكبر مخزون لقطع الغيار، واحدث ورش للصيانة تحت اشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد موتورز. الجماعة دول محرجين عليهم انهم يرمشوا، بس انا هعرف اخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة. تمتع بسر شويبس. بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. الله، انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص، ما بقاش في خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته، انت اذكى واحد شفته في حياتي. دول 150,000 جنيه مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد، لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار اديت سام ماني. الهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الظابط. الله، ايه يا جدعين؟ انت هتخني ليه؟ اسيبك بالليل الاقيك الصبح قدامي. انا راجل اعمال، لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدع انت استرزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب اركب اركب، ما اشوف اخرتها ايه. الله، ايه الحكايه؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه ايه؟ الله،
المبلغ اهو. 150 ألف جنيه بالتمام والكمال. والمقابل، المقابل تمضي التقرير ده. أنا مجهز لك كل حاجة. اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عاملني مش عارف تقرا. فاستيه. انما انت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. انت مالك بقى؟ طب انا لما اقدم التقرير ده للاداره بتاعتي تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ اهو على الاقل هتسكتهم عني شهور ولا سنه. وانا مش عايز اكتر من كده. انا الكلام كتر عليا وانا عايز اريح الحكومه. لا كتر خيرك، على الاقل ياخدوا بالهم من الفلان. بيقول لك مره واحد الفار لعب في حبه رسم على صدره قطه. حلوه. مش قلت لك دمك خفيف؟ ايوه انا عارف. اتفضل اقعد. امضي. امضي فين؟ هنا اهو. طب ما ابطم احسن. عليكوا حركات يا بتوع البوليس. دي امضه دي؟ ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت بتتريق على امضه الحكومه؟ لا 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 ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. هلا انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ اقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني، أقر وأعترف إني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150 ألف جنيه رشوة. طب وليه كده؟ أضمن حقي. إنما ما تخافش، أنا مش حظهره إلا إذا خنتني. ما بلاش، ده شرط الأساسي. أمر لله. انا حسنين البرتوشي اهدي تحياتي الى 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 اقاربي في خربتها بحيره. إيه؟ والى امي والى اخواتي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا الضابط حسنين البرتوشي اقر واعترف انني اخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150 ألف جنيه رشوة، وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. Thank you.
الله. مديرية الأمن وحياد. ممكن اشيل الشنطه دي عندك خمس دقايق وحياة ابوك؟ ايه يا فن الله. تشكر يا اخوي. سلام. عايزني؟ انت مش قلت اخر مره انك مش بتاع جواز والكلام اللي انت قلته ده؟ انسي اللي فات، انا كنت بعمل ده لمصلحتي. احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه، ونعيش نعيش عايز. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي ان انا لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى؟ ده خشبه حبشي. انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش، ما تزعليش، انت عصايا، انت زعزوعه عمري. انا زع هو كده اضحك يا شيخه، ملعون قوي الدنيا، لابو المغفلين. ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين، احسن دول اصحاب فضل علينا. ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ الله، انتوا مش عليك نكتب الكتاب ونعمل الفرح امتى يا عم؟ لا بقى، انا مش فاهم حاجه، مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين ابقى افهم. هنسدكم دلوقتي، هخلص شويه متعلقات واجيلكم على طول. انت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عيني، يلا هناكل يا عيني. واحد ظبط واحد مسطول على النص يا بيقزقز بومب. واحد مسطول روح بيتهم بالليل قوي. بعد يخبط على الباب ربع ساعة طخ طخ، مراته تقول له مين؟ هو من بره. شريفة بس عاوزة توضيح. توضيح بعدين. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو إني اللي زيكم ما يتجمعوش إلا في جهنم. الله 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 الله، إيه الدخل دي؟ أنا جاي أقول لكم أشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هي اللي توريني وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا، أنت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. أنا جاي أقول لكم أنا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المرة دي توبة نصوحة هموش، وأحسكم عينكم أشوف حد فيكم في أي حتة، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. ده أنت طايح قوي. قوي 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 يا غبي، واي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن على. انت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا هقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي عشان ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التهية اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو اني اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. أنا كلب؟ يا خسارة، النموذج اللي أنا عملته باظ. نفسي أقابل حد فيكم ولو صدفة، هقطع خبره كالكوداء المية لما تتجقر تحت منكم. إيه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ أجري ورايا يا عزيزة أطهر، ما تخلوش غيبة عن عينك، جري! أمرك يا معلمة. الواد ده اكيد لقاله سي 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 تانية، ولو قفلنا عليه سي 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 تانية هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكة التانية بقى؟ انا هقول لكم عليها. الواد ده مش هسي سي سي سيبه، وانا اللي هقطره. يكون في حلمكم الواد ده اذا مرجعش. ايه
لازم نخلص عليه، لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لان لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكة الشحاتين. اي مملكة لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. او انا في سبيل بقائها. انت مسقف انت على النعمة، انت خسارة فينا يا جدع. يكون في علمك يا استاذ جمعة، لازم تحضر منه واحد تاني لان المكان ده سوق. صاحبنا الاولاني ضروري يا ريت بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف وصاينك. انا اللي ضحكت انت عليه، احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عليك. تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا يا بيه، اغلى راجل عندنا عايش في الهفوه بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بس بره مين يا بيه؟ سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساس سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكانده. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه؟ يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطه. انا شايف كل حاجه بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتكناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا، تيجي انت تاخده مننا سفلاه؟ انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه يا بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهورات سكرتة موقفينه بدل حساسه سنين. بس حساسه سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكيله يا اخي، احكيله يا حامد. انا هقول لك كل حاجه سعاده البيه. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه لازمتها بس المصاريف يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي ليله واحده من عمري يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليلة واحدة في العمر. ليلة واحدة في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش أي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. أيوة يا ابني، فرح يليق بمركزك. حلوة مركزك دي. يا نهار أزرق، لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. أنا خايف يا سعادة البيه لأكون مسألة الشحاتين دي مقلب مدبر البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجة هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده أوانطة. اهلا يا سعادة البيه. اهلا 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 اهلا
اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعاده البيه. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش اتفضل. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه. اتفضل. اهلا وسهلا. بتعمل ايه هنا يا فند انت؟ انا مستني ساعات البيه. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيه جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خابور. يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرح بكره. وبيقولوا عامل فرح انتك فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. بفلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه؟ 50,000؟ لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه. اجهزوا بكره يا ولاد. احنا عايزين نطلب الفرح فوق دماغه. دعيتك على ايدينا يا حسنين الكلب. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. بس كنت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا عيب عيب يا بيه ما تقولش عليه حرامي مش كده. ده راجل شحات محترم. بس يا خليل بس يا اخوي. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنه الشحاته وحشه ولا ايه؟ انت زي ما قلتلهاش انك انت متشوه. بس يا خليل انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين ال 150 الف جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكره نتفاهم. مفيش بكره دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا معنانا. دول اصحابي قوي اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسأل حوش يا عم بيندهولك هناك. طب عند اذنكم. جاي هو. قلت ايه مش عايزين نضيع وقت. اشارة واحدة وكله ينتهي. هقول لك في الصباحية. مين دول يا حسنين؟ في الصباحية هبقول لك انا. سيبوا ابراهيم دلوقتي.
مين دول يا حسنين؟ في الصباحية هبقولك. مش تفهمني بس انت بتتبسط. انا مش قايم تاني بقى. احسن. انا الحمد لله قاعد. هو في ايه يا حسنين؟ في الصباحية هبقولك. ايه اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ مش عارف انا لقيتها في ايدي. وريني. اتفضل. ايه ده يا حسن ايه؟ الصباحية هبقول لك. حسنين. طلع النبي. طلع النبي. طلع النبي. هو في ايه؟ الصباحية هبقول. فين؟ الصباحية. ماما كيف وقت حبيبي يا عمو. تعال 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 تعال. امسكوهم. انا ماليش دعوه. دول شحاتين مع بعض. وقعت يا سفايق. كل انت عملته محسنين كان متراقب، واحنا سهلنا لك الماموريه وادينا لك الدوسيه اللي اقنعك انه ظابط. يعني حسنين مرشد ابن الحكومه. 150,000 جنيه يا غبي. ده انت اللي غبي. ده اللي خدت 50,000 جنيه مكافاه من الحكومه. حلالي. تعالي يا حلالي. طب بس مين دول يا حسنين؟ بعد ما نخلف عيال هبقولك. هاتي بوسي زي بتوع السيمي.